أهلا بك معنا بداية. إذا أخيرا دول الاتحاد الأوروبي أو وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي يتفقون على سقف لسعر الغاز. مراسلنا من بروكسل منذ قليل يقول إن هذه آلية طوارئ ويمكن أن لا تستخدم. إذا سؤالي بداية، ما تأثير هذا القرار حتى الآن على أسواق الطاقة؟ نعم، تحياتي للجميع. يعني لا يمكن أن يكون هناك قراءة سريعة لتأثير هذا القرار، لأنه من غير الواضح أن آليات هذا القرار ستكون في الإيجاب أم السلب، وربما أو المتوقع أن تكون بالسلب أكثر من الإيجاب، لأنه السياسيين في الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية لا يقرؤون نصائح الاقتصاديين أو لا يأخذون نصائح الاقتصاديين على محمل الجد. هم يذهبون لاختيار قرارات تظهر الاتحاد الأوروبي بأنه متماسك، بأنه قوي، بأنه قادر على فرض رؤيته على أسواق الطاقة، ولكن من المؤكد أن هناك حالة من الفوضى ستضرب أسواق الطاقة، خاصة مع القرار المرتقب للموردين إلى الاتحاد الأوروبي. هل سيبقون في عقودهم مع دول الاتحاد الأوروبي أم سيوقفون هذه العقود؟ لأن روسيا هددت في السابق أنه إذا وضع سقف لأسعار الغاز الروسية ستوقف إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة رفضت تخفيض أسعار الغاز وطلب ماكرون ذلك شخصيا من بايدن، ولكن تم رفض الطلب. النرويج نفس الأمر، قطر، بعض المواردين الآخرين، أذربيجان، الجزائر، كل هؤلاء سننتظر قرارهم. ولكن الآلية كانت مبهمة نوعا ما، بآلية أنه قرار للطوارئ، هذا قد يطمئن نوعا ما أو قد يفرغ القرار من مضمونه. والنقطة الثانية بأنه لم يكن خصوصا الغاز الروسي، حتى لا توقف روسيا وارداتها أو إمداداتها من الغاز للاتحاد الأوروبي. طيب سيد ناصر، أنت تقول أن النسبة الأكبر من تأثير هذا القرار ستكون بالسلب على أسواق الطاقة، حتى مع العواصف الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الأوروبيون لا يبالون أيضا بنتائج هذه الدراسات أو هذه القرارات؟ يعني كما تحدثنا في البداية، هناك مشكلة كبيرة داخل المفوضية الأوروبية وداخل الاتحاد الأوروبي. السياسيين الذين يجتمعون في بروكسل لا يأخذون نصائح الاقتصاديين، أتحدث هنا عن وزراء الاقتصاد وعن الاقتصاديين، وخاصة ما كان يقول به دراغي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، وهو كان محافظ أو رئيس البنك المركزي الأوروبي. هم يريدون أن يظهروا بأنهم أقوياء سياسيا، بأنهم قادرين على فرض رؤيتهم، ولكن إذا قرأنا النتائج بشكل سريع طوال الأشهر الستة أو الثمانية الماضية، كل قرار اتخذ في المفوضية الأوروبية ارتد بالسلب على الأوروبيين أكثر من أعدائهم أو منافسيهم. إذا ما تحدثنا عن العقوبات الأوروبية، إذا ما تحدثنا عن العلاقة مع الصين، إذا ما تحدثنا عن العلاقة مع الولايات المتحدة. ولذلك هذه المنظومة كما قال المستشار الألماني أولاف شولتز في السابق يجب أن تخضع لإصلاحات شاملة. هذه الإصلاحات تقول أولا يجب أن تتغير آلية التصويت داخل المفوضية الأوروبية، بمعنى أن لا تأتي دول مثل ليتوانيا واستونيا أو دول لا دعينا نقول ليست كبيرة أو ليست مؤثرة ولا تتأثر بشكل كبير وتفترض بعض الأجندات أو الرؤى أو المقايضات على المفوضية الأوروبية. النقطة الثانية هي أن الأوروبيين يعتقدون بأنهم قادرين على فرض رؤية الأمر الواقع أو صيغة الأمر الواقع، يعني بمعنى أن صيغة الشراء الجماعي للغاز، أن نقول للموردين إما أن تشتري الدول 27 الغاز بهذا السعر أو لا نشتري، هذه الصيغة قد تكون مؤثرة فعليا في السوق، ولكن هذا إذا ما كان الموردين سيقبلون بهذه الصيغة، يعني بمعنى أن يكون للأوروبيين ظهير اقتصادي يمكن الاعتماد عليه. أنه إذا رفضت روسيا وأذربيجان أو الجزائر أو النرويج إمدادهم بالغاز، سيكون لديهم حليف قادر على إمدادهم بهذا السعر. يبدو هذا الحليف غير موجود، لأن الولايات المتحدة ترفض، قطر ترفض، الجزائر ترفض، أذربيجان والنرويج موقفهم أقرب إلى الرفض، بالإضافة إلى روسيا. بالتالي يعني القرار سيكون سيء إذا لم يطبق، وإذا طبق سيكون أسوأ على الأسواق العالمية، لأن أيضا الموردين وإن كانوا حريصين على الاتحاد الأوروبي أو العلاقة مع الاتحاد الأوروبي لن يقبلوا بهذا الأمر، لأن هذا يفتح باب على تحديد سقف لأسعار الطاقة عالميا، يعني بمعنى أنه يمكن اتخاذ قرار عالمي أو دولي من المشترين بتحديد سقف لأسعار النفط مهما ارتفعت الأسعار، وهذا سيكون كارثة على أسواق الطاقة العالمية. هل من الممكن أن نقول أن هذا القرار قد يكون تمهيدا أو يجعل الأوروبيين أكثر قربا من قرار تسقيف سعر الغاز الروسي، أم أن هذا أمرا مستحيلا ووهما سياسيا كما قالت ألمانيا سابقا؟ أعتقد بأن القرار هو وهم سياسي ومستحيل، لأنه
تسقيف أسعار الغاز الروسي يعني مباشرة قطع إمدادات الغاز الروسية، وبالتالي ليس هناك بديل سريع ومؤثر بالنسبة للأوروبيين. بالنسبة لأسعار النفط تم تسقيفها لأن الاتحاد الأوروبي لا يستورد أساساً سوى نسبة ضئيلة جداً من النفط الروسي. النقطة الثانية، أنا أعتقد بأن كل ما يجري الآن هو إعادة لتموضع، دعيني أقول، إمدادات طاقة أو خارطة إمدادات طاقة حول العالم. يعني بمعنى أن الصين أو آسيا كانت تشتري الغاز بالطاقة من الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير، في حين أن مثلا الاتحاد الأوروبي كان يشتري الغاز والطاقة من روسيا بشكل كبير. الآن تبدلت التحالفات، الصين تشتري من روسيا بشكل أكبر، الاتحاد الأوروبي يتجه إلى الخليج والدول الخليجية وبعض الدول الأخرى، منطقة آسيا تعيد تحالفاتها، وبالتالي هذه هي المعادلة. ولكن في كل الحالات التكلفة على الاتحاد الأوروبي ستكون مضاعفة، ولذلك كل هذه القرارات التي نتحدث عنها أنا أعتقد بأنها قرارات مؤقتة ستلغى أو ستفرغ من مضمونها، كما كان الحال في مسألة مثلا العقوبات على القطاعي الأسمدة والحبوب الروسية. تم فرض هذه العقوبات ثم اضطر الأوروبيين لرفعها مرة أخرى، واضطر الروس أيضا إلى التراجع خطوة للخلف، لأنه صحيح أن هذا القرار أو مثل هذه القرارات تؤثر على الأوروبيين، ولكن أيضا هي تؤثر على روسيا.